ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حظ. شقولك انت تلفت شوية للحبيب ميساج وإلا فطور ولا حتى عشاء حتى نقولوا حتى قهوة عربية أحلى حمل حتى باكو حليب ورد بالك لا تبخل عليا أحلى من نوار العسل. فما انفيتاسيون للثور ممكن سفرة لبلاد بعيدة وهكيك ترتح أعصابك وتبعد عن الضغوطات النفسية. الجوزاء الجوزاء الوقت راهو في صالحك وحظك حظين، على هيك لازمك تزربلنا روحك وتبادر في إنهاء كل أمورك العالقة. السرطان فما تغييرات على الصعيد المالي، الفلوس موجودة وهذا تحصيل حاصل يا كبدي. الفترة هذه فيها الفرحة وفيها نجاح، سعادتك هي سعادتي يا أحلى فستقة. ولا استحقاقات مهمة العام نسيد، نحكي على الأسد وراك باش تعدى باختبار جديد يتعلق بصراع على بوست، هتنقولوا على بوست في الخدمة متاعه، يعني في خدمة إذية إذية. شكون هذا؟ شكون السيد؟ وشكون السيد هنا؟ السيد السيد كوثر السيد. لا أوكي الفجكون فجكون في شبوكة الفجكون تفجعت بوست لانية تفجعت. العذراء رو فما برشا حاجات تنجم تحسن حالتك النفسية وتخليك زاهي وطاير فوق العلالي. الميزان حسب رايك يا ساكوحي زعما شنية نقطة ضعفه؟ كيجي وذيف ما يقعدش رايد أبون؟ أي ما يبدأ هيج عرفت لك. خوكم برج الميزان تقول لي نحبك نقول لك جتام، الله غالب في سانتي على راسي وقلب رهيف مع الجنس اللطيف. كما قلت لك ما يقعدش رايد، شوف بنت خالته ايه. راك الكينج اللي تتمتع بقدرات فعالة. العقرب مفاجأة ما تخطرش على البال والرجاء وهي تنقلك زادة ترجعك لذكريات الماضي. القوس خلي الأمور كيف ما هي باش توصل نتيجة ورد بالك لا تيح طايح من روحك. نتعديو للجدي على الانفراج موجود. صار بيك طايح من روحك. خلنا احكي يا رفيق، الانفراج موجود، التغييرات موجودة، جوك مريقل وصدقني النتيجة مضمونة. نمشي للدلو، فما علاقة قديمة تعاود تطلع عليك من جديد والقرار بيديك، يا معاها يا مع جديد. ونختموا مع الحوت، لازمك تبعد على الأجواء المشحونة وخاصة أنت في فترة فيها برشة تغييرات على الصعيد المهني.